كم بيانفني دوما شان ام المطبخ. ان شاء الله برك في الفيديو هذه نلقاكم بخير وعلى خير. اليوم البنات حبيت نبارطاجي معكم لا فيديو هذه تاع سباغيتي. نديرو سباغيتي دونك المقارون من الاكلات الصيفيه اللي نحبو ناكلوهم. نحبو ناكلو نديرو المقارون. دونك المقارون باي طريقه اللي ديريه يحب انا نحبو ناكلو ما لي زونفون يحبو ياكلو. دونك نعطيكم طريقه اخرى باش ديريه بالخضره دونك سهله وبسيطه. ديريكت عندي هنايا نص حبه تاع بصل قشرتها لفيت تاع الروند، خمس فصيصات تاع ثوم، زوج تاع زروديه، ربع حبه تاع طوماطيش قشرتهم، زروديه ثاني قشرتها. عندي باكي تاع المقارون تاع 500 غرام. عندي هنايا زوج حبات تاع فلفل، وحده حمراء بليتو وحده حلوه والاخرى حارة صفراء خضراء حمراء اللي عندك في الدار. انا اللي عندي هنايا عندك لي زيبيس، عندك شويه تاع الكمون، شويه تاع فلفل احمر بابريكا، الملح، فلفل اسود، زيت زيتون، زيت نباتيه، شويه تاع زبده والماء. السكري تاع المقارون هذا نديروه بالماء بارد، كنا نديروه بكري بالماء سخون، دوكا ولينا نسيوه بالماء بارد. دونك فوالا حطيت لا كوكوت نتاعي فوق النار، مازال ما درتلهاش الماء. نجيب السباكيتي تاعي، هاو تحبي تزيدي ولا تنقصي كيما تحبي انتيا. دونك ندير هنايا شعلت لا كوكوت نتاعي، مازال ما درتش الماء. دونك ناخذ الماء ليسونسييل، الماء هذا جبتو من الغوبيني. هاولي ليسونسييل انا نغطي، نزيد لها الملح بيان سور، الملح كيما تحبوا انتوما. دونك ملحيه، نزيد ربع مغارف تاع زيت الزيتون. دونك المقارون هذا نطيبوه بزيت الزيتون. نحرك مليح المقادير هذا، ندير عليه لافاي تاع اروند لهنايا، نديرو له لغطا ونخليه يطيب. نخليه يطيب لمده 8 دقائق ونوريكم واش نزيدو له ومن بعد. دونك فوالا لو طون المقارون نتاعنا يطيب. حنايا دوكا نديرو لاصوص نتاعنا. دونك باش نطيبو لاصوص هادي دونك نديرو شويه تاع زبده، نزيد عليه شويه تاع زيت نباتيه واحد مغرف ونص، ونجيب هنايا نجيب البصل مع الفلفل روديه، قلت لكم الخضره اللي عندكم، نزيد الثوم هذاك خمس فصيصات تاع الثوم. نرابحو لهنايا، ندير شويه تاع الملح، درنا ديجا في لاصوص ما نديروش بزاف. ندير عليه شويه تاع فلفل احمر بابريكا، نزيد فلفل اسود، ونزيد رشة تاع الكمون. الكمون يمشي مليح مع سباغيتي مع المعجنات هادو. نقلي مليح المقادير هادي. دونك نخليهم يتقلاو واحد خمس دقايق، ومن بعد باش نزيدو الطوماطيش نتاعنا اللي كوبيناها صغيرة. انا ندير عليه لغطة، نغسلو النهار، نروح نحرك المقارون ديالي. دونك بعد ما قليت مليح خمسة دقايق البصل مع زرودية مع الفلفل، نجي دوكا ندير الطوماطيش نتاعي. قلت لكم قشريها خير، ندير عليها لقطة، نزيد لها خمسة دقايق ونوريكم كيفاش نكملو لاسويت. فوالا دوكا نوريكم المقارون ديالي، هاوليك بدا يدخلو طياب. الما هذاك اكزاكت برك، هاوليك تغطى برك، هاوليك ما لصقنيش، شوفي دونك مازال فيه الماء. واش نزيدو له دوكا؟ نزيد عليه مغرف تاع الطماطم المصبره، سيد ما وريتها لكمش. دونك نزيد عليه مغرف تاع طوماطيش، نخليها تزيد حتى تنشف من هذاك ونكملو لا سويت. دونك فوالا بعد 8 دقائق هاوليك حتى تشوفوا بلي السباغيتي تاعكم ما كانش كاع لاصوص، شوفي فوالا
دوكا نطفيلو، نزيد عليه هكذا شويه تاع الزيتون الخضر لي غوم تاع لي هكذا جوست برك باش يعطيه لو غو. نخلط هكذا مليح ونزيد عليه هكذا بواطا تاع الطون، نحيد تاع الطون، الطون هذا منخليهش يطيب. نخلط هكذا وخلاص طفيت المقارون ديالي. نجيب لاصوص، هاي لاصوص نتاعنا، نفرغها مع ونوريه لكم في صحن التقديم. دونك فوالا هاوليك البنات المقارون تاعنا بعد ما طاب، جست برك نزوقوه شويه من البواطه هذيك تاع الطون، ندير له هكذا برك شويه وندير عليه هكذا دي غوندال تاع الزيتون الخضر مع الزيت هذاك تاع لو طون. هاوليك في الاخير البنات كيفاش تاع المقارون تاع تاع الماء بارد. دونك كنا نغليو الماء لوغ كو سي فو، ولات العاده تاعنا. دونك ان شاء الله برك تعجبكم. هاوليك كيفاش جا في الاخير، ما تعجنش ما يلصقش، شوفوا كيفاش راه يدور. هاوليك الخضره هذيك طابت. وطريقه ثانيه للاولاد باش ياكلوا المقارون بالخضره، قلت لكم سورتو مع الصيف نحبوا المقارون تاع الكسوا في الصيف ولا في الشتاء. ان شاء الله برك فهمتوا لا فيديو هذه، ولا ما فهمتوش الطريقه كتبوا لي في لي كومونتير. ما علي نقول لكم الا لا بروشين فيديو. ميرسي، انفا.